أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا ومقتدانا سر الوجود أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربما تتغير الأخلاق، ربما تتبدل الطباع، ربما يحدث انقلاب في القناعات لا نستبعد مثل هذه الأمور، ولكن القضية المشكل المعضل إذا أغلق القلب وتحجر العقل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا القلب إذا أقفل وإذا تحجر العقل، يعني ماتت القيم، ماتت الموازين، ماتت الآداب، لا يمكن أن تتعاطى. لا يمكن أن تتعاطى مع إنسان من الممكن أن يصدر عنه أي شيء وفي أي وقت. ما عنده موازين، ما عنده قيم، لا تقول هذا عرض بيوقف عنده، لا تقول هذه نفس محترمة بيوقف عندها أبدا، قيم مو موجودة. هذا الإنسان إذا تحجر عقله وإذا ضربت الأقفال على قلبه، لا يمكن أن تتعامل معه، لا يمكن أن تتعاطى معه، لا يمكن أن تحاوره، تقطع الطرق بينك وبينه. هذا الإنسان يعرف لغة واحدة فقط، لغة القوة، لا يخضع إلا لمن هو أقوى منه. لاحظوا، حدثت في التاريخ الإسلامي موجة دخول في هذا الدين بلا مقدمات عقلائية. بعد انتصار المسلمين في بدر، العدد قليل في قبال 1000 من المشركين وربما أكثر، انتصر المسلمون، دخل الأعراب في الدين الإسلامي أفواجا. تسأل علماء الاجتماع تقول ليش، إيش معنى يعني بعد بدر؟ يقولون لأن هؤلاء ما يفهمون إلا لغة السيف، المنتصر معه الحق، هذا المعنى. أي واحد ينتصر بالقوة، النتيجة هذه أكبر دلالة عندهم بأن الحق معه. ناهيك عن أن الرسول صلى الله عليه وآله انتصر في بدر بعدد قليل إذا ما قورنا بعدد المشركين، باستعدادات المشركين.
هذا جعل الأعراب يدخلون في الدين الإسلامي أفواجاً بعد بدر، ولكنهم عندما ادعوا الإيمان أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنه. قالت الأعراب آمنا، وش قال لهم رب العالمين؟ لا وقف حتكم، آمنا لا تقولون، قولوا أسلمنا، نعم حقنت دماؤكم، نعم أعراضكم، نعم أموالكم، نعم، ولكن آمنا لا. هذا مقام مختلف، لا تخلطون الأوراق. هذا المجتمع المتحجر، هذا المجتمع الذي ضربت الأقفال على قلوب أفراده، نعته الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالمجتمع الجاهلي. يعني تصور رجل، الآن احنا في هذا المكان المبارك، لو ولدك يتصوب وش تسوي؟ خصوصا اذا كان صغير، تطفر ما تعرف تقعد مكانك، ولدي هذا ضنائي. في ذاك المجتمع اذا جابوا له بيت وش يسوي فيها؟ يحفر لها حفيره ويئدها بقلب بارد. في الابتدائي اذا الأخوة يتذكرون كانوا يدرسون بأنه يدفن ابنته حية وهي تنظف لحيته من الغبار، وهو لا يفتكر، ما أدري أنا، أنت تدري أنا ما أعرف، دفنها ما يفتكر، ما يهم. هكذا قلوب، قلوب قاسية، عقول لا تملك أدنى استعداد لاستقبال العلم، لاستقبال المعرفة. في هكذا مجتمع بعث رسول الله صلى الله عليه وآله. صعب. يفترض أن أي نجاح يتحقق في ذلك، في ذاك المجتمع، المجتمعات المتحضرة تكون أقرب إليه. المفروض هالشكل، لأن مجتمع كان الحسابات أن يمتنع عن الهداية، وهذا ما حصل بالفعل يوم انتقل الرسول صلى الله عليه وآله، يوم رحل عن هذه الدنيا. ماذا جرى؟ في أول يوم تنازعوا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفاء فاء السببية، فاء التفريع، ذهاب الريح، الفشل، هذا متفرع على ماذا؟ على التنازع. تنازعوا أمر الخلافة فيما بينهم فضلا عن انتزاعها من صاحب الحق وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. منا أمير ومنكم أمير، حتى بويع الأول فقال الثاني فلته، وقال الله المسلمين شرها. بالرغم من هذه الأجواء، بالرغم من هذا الضغط الثقافي الخانق، بالرغم مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله من تهم، من إشاعات، من دعايات مضادة، من مقاطعة، من حصار اقتصادي، إلا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا يقول؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته. احنا وش نقول؟ يقول هذا لما التلاوة ويزكيهم، أي تزكية مع هؤلاء؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم؟ أنت أول شيء تعال اثبت أن عندهم عقول، عندهم قلوب. رب العالمين يقول لا، هذا فهمكم أنتون قاصر، تتحاملون بشكل سريع على الآخرين. أما السماء،
تبحث عن النور الخفي في أي إنسان. وظيفة المبلغ، وظيفة الخليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة استغربوا الأمر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ رب العالمين، ماذا تريد أكثر من التقديس، أكثر من التسبيح، التفرغ التام للعبادة؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. هذه فيها بحث يوصلنا إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن المقام مو مقام هذا البحث الآن. الله سبحانه وتعالى وكذلك الأنبياء والرسل يبحثون عن هذا الضوء، وإن كان مدفونا في عمق النفس. وظيفة الإنسان أن يعمل على إطلاق هذا الإشعاع، استثارة هذا النور، وإخراج هذا النور إلى الصفحة الأمامية للقلب والصفحة الأمامية للعقل. ما عدنا شيء اسمه إنسان ما يستجيب، ما عدنا شيء اسمه ما راح نوصل إلى نتيجة، لأن النتيجة مو شغلنا، الثمرة مو وظيفتنا. وظيفتنا أن نسعى، وظيفتنا أن نسعى على الطريق الصحيح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن سعيه سوف متى يرى؟ عندما يوفيه الله سبحانه وتعالى، عندما يجازيه رب العالمين الجزاء الأوفى. هناك النتيجة، النتيجة مو في هذه الدنيا أصلاً، النتيجة في هذه الدنيا ننتظرها بالاعتماد على وعد الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغ، قال نحن معاشر الأنبياء، لماذا بعثنا؟ لاستثارة دفائن العقول. اللي عنده عقل لنفسه، مو لمصلحة الإسلام. الإسلام غني وقوي بالله سبحانه وتعالى، بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن الوظيفة، هذه هي الوظيفة، ما عندي خيار آخر. الرسول صلى الله عليه وآله وعلى مدى 23 سنة يعمل في هذا الاتجاه، يؤسس للقيم، يؤسس للأخلاقيات، يمتن ويرسخ العقائد في نفوس الناس، في عقول الناس. بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، كم واحد صمد مع أمير المؤمنين؟ كم واحد؟ 6 7 10. هذلين اللي صمدوا هم اللي وصلوا لنا الدين الحق اليوم. لا تقول قلة، لا تقول ما حد ويانا ما راح ننتج، لا. هذلين سلمان، أبو ذر، عمار، هؤلاء من أوصلوا الدين في صفين، انقلبوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومن صفين طلع خط الخوارج، ومن بعد صفين النهروان، وقبل صفين 17,000 مسلم يقتل في حرب الجمل. هذا كل ما يدعو إلى التوقف والتراجع، العمل على نفس الخط. ولذلك رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، قتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، دس السم للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام من وين؟ من داخل بيته. قبل الحسن وقبل أمير المؤمنين، المعذرة لسيدة الزهراء، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، اللي السيدة الزهراء
لا يرى ظلها تخرج للخطبة ورجال يسمعون. شوف إلى أي درجة العمل ما يتوقف. بعد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام جرى ما جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، ثم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ثم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. جاء الدور للإمام الصادق، ماذا صنع؟ تحين الفرص. الدولة الأموية في ضعفها، الدولة العباسية في قوتها، اشتغل العباسيون بالأمويين. الإمام الصادق فتح أول جامعة إسلامية. ماذا صنع في هذه الجامعة؟ علم الناس، ما يسأله جيب لي السي في مالك أنت منهم، أبو حنيفة منهم، اللي صار معتزلي، اللي صار ملحد، اللي تحت منبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وظيفتي أن أوصل العلم، وظيفتي أن أفعل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما يهم، المهم أن نعمل. هذه الانعطافة الثقافية، هذه الانعطافة الفكرية، هذه الانعطافة العلمية التي صنعها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، نحن نعيش من ثمارها إلى اليوم وتبقى إلى يوم القيامة. إذن المسلم المؤمن من يحيي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وظيفته أن لا يتوقف عن العمل، لا ينتظر النتائج. المهم أن يخطط بشكل صحيح، يرسم أهدافه بشكل واضح، ويعمل مع الجميع، مو فقط الجميع من أهل الطائفة، لا. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ماذا نصنع؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما هو جوهر هذه الرسالة الإلهية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المخالف في العقيدة ابحث عن المشتركات بينك وبينه وانطلق منها، حتى مع أهل الكتاب، يعني مسيحي نصراني يهودي، جيبهم تقول له احنا عندنا أمر مشترك وهو أننا نوحد الله سبحانه وتعالى، تعال ننطلق من هذا التوحيد، تعال ننطلق من أن الإنسان يرفض أن يكون له شخص آخر على رأسه يتسلط عليه ويستبد بالآراء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مو هذه مشتركات بيننا؟ تعالوا ننطلق من خلالها. هكذا يعمل المؤمن، يبحث عن المشتركات، مو يبحث عن التشظي، مو يبحث عن التنازع والفرقة، مو يبحث عن الأمور التي تثير الفتن ويأتي لمناقشتها، لا، يبحث عن المشتركات دائما. هكذا هو الإسلام، وهذه هي رسالة الإسلام. الآن بدون مبالغة ولا مجاملة، على الإطلاق أتابع بعض وسائل التواصل الاجتماعي من خلالها، من ضمن المؤسسات، الجهات الدينية، الجهات الثقافية، مأتم المرخ، هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى. أمر ملفت للنظر، نشاط دائم، تغطية إعلامية مستمرة،
انتقاء جيد لبرامج الاحتفالات، سواء في إحياء المواليد، ذكرى المواليد، المولد، أو استشهاد أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام. عمل مستمر بدون تعب، بدون كلل، على وتيرة واحدة، بل وفي ارتفاع مستمر. هذا أمر يستدعي الثناء، يستدعي المدح، وينبغي أن نشكر الحضور قبل القائمين على هذه البرامج. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا اقتراح أرجو من الأخوة يتقبلونه، يعني يدرسونه، يشوفون الوضع شلون. عادة البرامج شلون تصير عندنا؟ قراءة المولد، تلاوة آية من الذكر الحكيم، كلمة، وبعدين الجلوات، وربما يكون شاعر يلقي قصيدة أو ما شابه. هذا المعتاد، صح؟ هذا جيد وينبغي أن نحافظ عليه، ولكنه لا يكفي في هذا العصر، في هذا الزمن. التطور الثقافي في العالم اختلف، الرسائل الثقافية التي تمرر عبر الإعلام وعبر الوسائل الإعلامية تطورت جدا، نحتاج أن نلحق بها بل وأن نتجاوزها. ما أدعو إليه، إذا كان عندنا برنامج مدة أسبوع مثلا في مولد الرسول صلى الله عليه وآله، ممكن أن الليلة الأولى تكون قضية جلوات وأشعار وفرح وزينات وجوائز ومسابقات، هذا كله جيد الليلة الأولى، خلينا نقول الليلة الثانية أيضا، ولكن الليلة الثالثة وما بعد الليلة الثالثة ينبغي أن يتركز البرنامج على البعد الثقافي، بمعنى مؤتمر على مستوى عالي، مو اسمه مؤتمر فقط، المكان يستوعب، مؤتمر ينظم له بشكل جيد من الليلة، ابدأوا الترتيب للسنة الجاية، مؤتمر على مستوى راقي، على مستوى عالي، أطراف المؤتمر عالم اجتماع، ينقل لنا الحالة الاجتماعية، عالم متخصص مو أي واحد، الوضع الاجتماعي في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، أيام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واليوم المجتمع الذي نعيشه، متخصص في علم النفس يتناول نفس القضايا، عالم دين، وهكذا نسلط الأضواء على السيرة المحمدية وعلى الإسلام الأصيل من مختلف الجهات، من خلال مختلف العلوم، العلوم الدينية، العلوم الإنسانية، العلوم السياسية إلى آخره. المداخلات أيضا يرتب لها بشكل جيد، والأوراق العلمية التي تقدم. الليلة اللي بعدها يصير عندنا ندوة، ندوة أيضا مو أي واحد يقدم لها، يقدم لها دكتور ولضيوف على هذا المستوى أيضا، أهل تخصص، دكتور، بروفيسور، هذا كله موجود. بحريننا غنية الحمد لله. مثلا تعالوا خلنا نجمع مال من اليوم إلى السنة الجاية، كل واحد من أهل القرية يدفع دينار شهريا مثلا، ما أدري كم يصير عقب 12 شهر تقريبا، كم يوصل إذا كل يوم دينار، خلنا نقول شهريا 100 دينار، 200 دينار، ما نقدر نجمع في الشهر، إلى السنة الجاية كم يصير؟ 2000 دينار مثلا، 2000 دينار، وعدنا مسابقة نعلن عنها اليوم، بحث علمي، مو تأليف كتاب إنشائي، لا، بحث علمي مثلا 300 صفحة لازم، منهجية علمية واضحة حول التسامح، مثلا حول التسامح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. الفائز 1500 دينار، مو 100 و200، ما حد بيجيكم،
1,000 1,500 دينار. إذا جمعنا أكثر نرفع الجائزة، نعطي الأول والثاني والثالث جوائز فقط. هذا المشروع إحنا ناس على قد حالنا، 1,000 دينار بتجيني وبروح أقرأ لي 20-30 كتاب، استفدت لو ما استفدت؟ والآخر بعد بحس إن 1,000 دينار 2,000 دينار توديني لزيارة مرتين، تخليني أدفع مهار، أتزوج، تحل مشاكل. هذه 1,000 و2,000 تسوي لنا شغل، إن إحنا إذا واحد ضاع منا 20 دينار يتبهدل. ف1,000 2,000 دينار لها وقعها واقعا. حالة القراءة، حالة المطالعة في القرية ترتفع أو ما ترتفع؟ هذه الأفكار نحتاج أن نبلورها بشكل جيد، وأن نفعلها، وأن نضع مخططا لهذه القرية. أهل الماتم، أهل المؤسسات الأخرى يجتمعون يخلون برنامج إلى 10 سنوات أقل شيء. بعد 10 سنوات المستوى الثقافي إلى وين نبغي يوصل؟ المساجد وصلاة الجماعة إلى وين نبغيها توصل؟ هذه كلها لازم تصير تصورات تكتب على الورق، ومن بعد ذلك توضع الخطة المناسبة. أحرزنا نتائج جيد، ما أحرزنا نتائج؟ رب العالمين راضي عنا أو لا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا إحياء لروح رسول الله صلى الله عليه وآله، لمنهج أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لابد من التأكيد على الجانب العقائدي، على الجانب الفقهي، على الجانب الثقافي بشكل عام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وش يسوي؟ يتلو علم، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، يعني ينمي هذه النفوس، هذه العقول، أيضا علم، ويعلمهم الكتابة والحكمة، كل علم. هو هذا الإنسان يميزه الله سبحانه وتعالى بهذا العقل. هذه القرية أهل للتصدي لمثل هذه المشاريع، وهي أهل لتحقيق الإنجازات، وهي أهل لتنقل هذه التجارب التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينجحها إلى باقي القرى وإلى باقي المناطق. أرجو من الأخوة أن يأخذوا مفهوم هذه الأفكار، مو بالضرورة نفس الأفكار، على محمل الجد، وناقشونها بشكل صريح قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يؤيدهم المولى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.